باسكو دابا في اللقاء ديال البارح قلت واحد الجمله اللي ما عجبتهمش الناس ديال البيجيدي ودابا كيروجوا اشياء خاطئه. قلت لهم انا كنشك في الرغبه الحقيقيه عند الحزب العداله والتنميه في بناء الديمقراطيه في المغرب. هذا هو هذه الجمله. تماك مشاو خداو الجمله اللي تكلمت على النماذج ديال الدول اللي في انتقال ديمقراطي دابا وصلت للديمقراطيه في امريكا اللاتينيه منها الارجنتين والبرازيل اللي طبقات في هذيك الحاله في وقت انتقال في التسعينات والى اليوم التصويت الاجباري باش كيضمنوا واحد الشرعيه قويه للبرلمان. المطلوب اللي حنا طالبينه هي التسجيل الاوتوماتيكي في اللوائح الانتخابيه، التسجيل الاوتوماتيكي وعلاش ما يدافعوش عليه؟ دابا باش نبقاو في الامور اللي هي واضحه. ثانيا هذا التصويت الاجباري كآلية في حالة الانتقال، دخلنا الانتقال دابا الانتقال راه خصنا الناس اللي آمنوا بالانتقال الديمقراطي، واش كاينين بعدا؟ هادو ما كاينينش. هذا هو هذه هي الجملة اللي ما عجبتهمش العدالة والتنمية في الرغبة الحقيقية للعدالة والتحزب العدالة والتنمية في بناء الديمقراطية في المغرب. هذه هي الجملة، ثم غطاو بهذا الشيء بهذه ديال التصويت الإجباري اللي خديته كنموذج للدول أمريكا اللاتينية، واحد القاسم المشترك وسط تحت قبة البرلمان كما تمنيته أنايا النهار اللي تكلمت في البرلمان على الحلم ديالي نوصل شي نهار تكون أغلبية وسط تحت البرلمان اللي تآمن بالديمقراطية. هذه آلية من الآليات يمكن لها نطبقوها، التصويت الإجباري بغرامات تكون رمزية مثلا اللي دايرينها في بلجيكا، حتى واحد ما يمشي كيدخلوا للحبس الناس اللي ما صوتوش، كتدفع الناس وديك الساعه حتى اللي بغى يقاطع انتخابات كيولي موقف سياسي حقيقي، ماشي غير عكز في دارو. هي التسجيل الاوتوماتيكي في اللوائح الانتخابيه، 25 مليون مغربي تسجل يكون مسجل، مابقاوش يلعبوا علينا حنايا، يلا 15 مليون اللي مسجله.